حماية حقوق الإنسان بالفضاء المغربي بين المسؤولية الدولية ودور المجتمع المدني شعار الملتقى المغربي الأول الذي التام تشغيله اليوم بالرباط بدعوة من جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر وبشراكة مع عدد من الهيئات المدنية والحقوقية. ويناقش الملتقى على مدى يومين عددا من القضايا الحقوقية في الفضاء المغربي من قبيل التهجير الجماعي وحرية التنقل والطرد التعسفي. من الأهداف المتوخات من خلال هذا الملتقى هو وضع تصور وتكييف قانوني لعملية الطرد التعسفي. هناك وفد إسباني مكون من قضاة ومن محامين، وكذلك هناك خبراء دوليين فيما يخص القانون الدولي لوضع هذا التصور وللبحث عن السبل التقاضي من أجل جبر ضرر الضحايا. الهدف الأساسي هو نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المغربي ووضع الأسس يعني الأساسية لبناء واحد فضاء مغربي متكامل متجانس يكون فيه يسود فيه الحوار، يسود فيه الأخوة، ويسود فيه النقاش الهادئ والموضوعي. الملتقى الذي تشارك فيه وفود الهيئات المدنية والحقوقية المغربية وخبراء من محامين وقضاة دوليين يرم أساساً التعريف والتحسيس بحالة المغاربة ضحايا التهجير القسري الجماعي من الجزائر والدفاع عن حقوقهم أمام الهيئات المختصة داخل المغرب وخارجه.